إذا إذا الإمارات سعت أن تحقق خطوة للإخوان الفلسطينيين والفلسطينيين رفضوا هالخطوة فخلاص كيف؟ يعني شير. مثل السادات لما لما وقع اتفاقية سلام كان شروطه تشمل مو بس مصر، مصر وفلسطين بنفس الوقت طالب للكل ووافقوا الإسرائيليين في وقتها هم رفضوا الفلسطينيين رفضوا والسوريين رفضوا وتعنتوا وقعدت الجولان تحت اسرائيل ووضعت حدود 67 اللي كانت اوريدي موجوده اساسا ومعترف فيها وكانت الاردن وصيه عليها كله راح هم رفضوا شو اليوم نفس الكلام انا ارجع اقول حتى اليوم في هذه اللحظه الايجابيه اللي قدرت تجيبها الامارات للاخوان الفلسطينيين انه رفضوها ما راح تتكرر لهم مره ثانيه. فاتمنى ان ياخذونها بعقل بعيدا عن الروح الثوريه اللي لا تناسب العصر الحياه كلها وقفت بفيروس صغير. انظر للعالم بهذا المنظور، لا تنظر للعالم بمنظور ما 50 سنه فاتت. العالم تغير وانتم العقليات لازالت على مكانها لا تتغير هذا اعتقد خطا تاريخي يتحمله المسؤولين عن القرار في هذا الوقت في الدوله الفلسطينيه